المستعدان؟ مستعدان. إذن فلتفز أفضل حركة. شاهدوا حركات الطائرة. رائع، لكن شاهدا قبضة الزاحف الخارقة. لا مقارنة بينها وبين قفزاتي. هاي، هذا ليس عدلا. لا 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 لا. حان الوقت لإطلاق قوى القط. سرعة القط الخارقة. عضلات الزاحف الخارقة. هذا ليس عدلا أيضا. قفزة القط الخارقة. هذه هي طريقة الفوز. كانت حركات الخارقة أفضل بالتأكيد. مستحيل، كانت حركاتي أروع بكثير. أنا الفائز. أنا الفائزة. حركات الخارقة الأفضل. فزت مجددا. أنا الأفضل. أنا البومة الفائزة. زاحف؟ الفتى القط؟ الفتى القط؟ لا، أمسكت بهما. أوه، لو لم أحاول التغلب عليهما لكنا معا الآن. هي، حان وقت البطولة. يفوز الفريق الأول. هل تريان؟ انظرا إليها وهي تحضر لي غنائمي. مخلوقات العثث بارعة، لكنني لا أعتقد أنها قوية كفاية لتحضر أكبر دمية كتلك الدمية العملاقة. ماذا؟ مهلاً، سأجمعها معاً لتحضرها لي. الأزهار، لا نملك أي منها. لا مشكلة، سرعة القط الخارقة. لا تنظري إلي هكذا، يفترض بك أن تنفذي أوامري كأن تمسكي بهم. حسناً يا صديقي، حان الوقت لنعيد هذه الفراشات. بلوك. يا فراشات، أتطيرين معي؟ لنذهب من هناك. انظري إلى ألواني أيتها الفراشات. هيا، تعالي. ماذا؟ هذا ما تحبينه؟ أتصرف باللون؟ هذا صحيح لونا، وأنا سأجرب هذا الآن. أنا آسف بشأن ما حدث في السابق، لكنني أحضرت لك أكبر قدر من الأزهار. خذي، تعالي معنا أرجوك. أجل، أحسنت أيتها الفراشات، شكرا. ماذا؟ تعطل مغناطيسي. أهلا أيتها الفراشات، لا تذهبي. عثث، أين أنت؟ ماذا تنتظرين أيتها الغبية؟ أمسكي بهم. قلت لك أمسكي بهم. أيتها العثث الحمقاء. أوه، العثث ستأتي أيضا؟ هذا يلائمنا فعلا. أجل، سأكون لطيفا معك. لا 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 لا، لم يعد لدي أعوان الآن. هذا ليس عدلا. انظرا، أشعر بالأسف على الفتاة لونا. هجوم الريشي المتجمد. مكعبات ثلجين صغيران وسط الشارع. مكعبات ثلجين صغيران باردان جدا. زاحف، لدي خطة. مهلاً، خطتي أفضل. يجب أن تنتهي هذه المهزلة. علي الالتزام بخطتي واستخدام قواي الخارقة. حان وقت البطولة. القبضة الخارقة. حان الوقت لاتباع خطتي. ساعداني بتحطيم فوانية رومي الجليدية قدر المستطاع. مستعدان لتسديد كرات الثلج. أوه، هي، قد تنجح خطة الزاحف. هيا لنحطم بعض الجليد. هؤلاء الحمقى يحطمون أفوانيتي الجميلة. لم يبقى أمامي سوى طريق واحد. والآن سأري روميو كيف هي الحركة فوق الجليد. القبضة الخارقة. Thank you.
أنا، لذا من المستحيل أن يهزم أمام أصحاب العقول الصغيرة. لنرى. انطلق أيها الساحر. لن تمسك بي. عضلات الزاهد الخارقة. سرعة القط الخارقة. هذا الكرسي محجوز؟ ماذا؟ كيف أمكنك؟ ولكن طلبت منك أن تدع نينجا الليل يفوز. ماذا؟ ستبدو هذه البالونات رائعة في حفل الزاحف، صح؟ ماذا تفعل أيها الزاحف السارق؟ أمسكوا به. ماذا؟ لا، إنه لي. هاي، لا أثر لنينجا الليل، يبدو أنه اعترف بهزيمته. عرض القالب للخطر. حصلنا عليه، إضافة إلى بالونات المعلم. أنت لا تسمع، موضوع الحفل هو السحالي. هذا ما تظنه، انتظر لترى كم ستبدو رائعة. قالب حلوى المعلم فانج. أردت قالب حلوى السحلية بشدة، لكن علي الرضا بهذا القالب الممل، إلا إن أردتم المبادلة. محال. نعم، لنتبادل. لا، قالب حلوى المعلم فانج. نعم، هذا القالب رائع. إنه فعلاً رائع، لا سيما عند الضغط هنا. ما الذي يجري؟ هذا ليس قالب حلوى عادياً، إنه قالب قذيفة رشق لاصقة بالقشدة المخفوقة. قالب قذيفة رشق لاصقة بالقشدة المخفوقة؟ أجل، حالما تكتمل النقاط الزرقاء ستتناثر القشدة المخفوقة في كل مكان، وإذا ما حاول أحد إزالتها سيلتصق ويعلق بها. سيلقنكم هذا درساً لإفسادكم حفلي. إذا علق الجميع فلن يحضر أحد حفل عيد ميلاده. أعتذر لك، أنا المذنب، أظنني أخطأ، لكن لدي فكرة الآن، حان وقت البطولة. لا 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 لا. هاي، هذا يشبه الزاحف المخبول. سرعة القدس الخارقة. أعيدي ذلك الميكروفون أيتها الحمقاء. علق ذيلي. أبدا، إن لم أتمكن من حضور حفل جايدن هاستن الموسيقي فلن يفعل أحد. معي ميكروفون جايدن الذهبي وسأفعل ما يحلو لي. بسرعة لنلحق بفتاة لونا. انتظرا، أحتاج مساعدة. أريد التذكرة، سأساعدك. وأنا أريدها أيضا، عضلات الزاحف الخارقة. أنت على ما يرام. رائع، من سيساعدني في القبض على لونا؟ أتسمعني أيها الفتى القط؟ ربما أخبرك الطائر الصغير باسم صاحب التذكرة الإضافية. الخيار صعب، أعني أنتما صديقاي. ما هذا؟ رائع، دميتك الخارقة فلاسي فلاش. بحثت عنها في كل مكان. حسناً، يمكنك الاحتفاظ بها قدر ما شئت. شكراً، لطف منك. لا، لا يمكنني إخفاؤها وهي ملطخة بالبيض. ضاد الأوان، سأضلله. هذا البيض مخصص لتجربة تحطيم الرقم القياسي في صنع العجة وسأستعيده. تقصد هذا البيض المتعفن؟ آلة العفن أفسدته كله، وستفوح رائحة نتنة جداً عند كسره. رائحة مقززة. قريباً سيختبئ الجميع في منازلهم لتجنب الرائحة الكريهة، وأنا سأتولى السيطرة. يستحسن أن تهرب أيها الزاحف الأبلة.
استمتع بالرائحة المقززة أيها الزاحف الصغير. أوه، نجحت في تضليله، لكني بحاجة إلى مركبتي للهروب من الرائحة. أين تركتها؟ زاحف، الرائحة كريهة هنا، علينا مغادرة المكان. لندخل المركبة. أين هي؟ أنت لم تضيعها صحيح؟ طبعاً لا، لكن مرحباً أيها المقنعون الصغار، أم علي القول المقنعون المقززون؟ سأشغل آلة العفن. تأهبوا للرائحة المقززة. يمكننا التعامل مع الرائحة، لسنا بحاجة إلى مركبة زاحف لردع روميا. رائحة البيض أصبحت أسوأ. طبعاً أيها الفتى القط الصغير، فآلة العفن تعمل على إفساده أكثر وأكثر. علينا الاحتماء داخل المركبة. أين هي؟ أعني لسنا بحاجة لذلك، اختبئوا بهذا الشكل. أعني هكذا، أو هكذا، أو ربما هكذا. يا إلهي، أعتقد أنني سأمشي من الآن فصاعداً. أرأيت براعتي في الطيران؟ راقبيني أيتها البومة، ستتعلمين من خدعي. خدع؟ لكنك كنت تسقط. أجل، أنا بارع في قيادة العجلة، طيراني سيساعد الفريق. طيرانك؟ أنسيت أن هناك شخصاً آخر يطير؟ هيا يا صديقاي، مهاراتكما في الطيران ستساعد الفريق. طلاء جميل أيتها العثث، لم يعد هناك رحلات بالمنطاد لأطفال النهار التافهين. هذا المنطاد أصبح لي الآن. قوما بالمراقبة، سوف أطير الآن وأحضر المنطاد. نحتاج طياراً محترفاً. اطمئني أيتها البومة، اتركي الأمر لي، مع مهاراتي في الطيران الأمر سهل. حقاً؟ صديقاي لا تتجادلا، يمكنني أخذ المنطاد بواسطة خاصية تخفي الزاحف. التخفي رائع، لكن ليس بمقدار روعتي بالطيران. شاهدا أيتها الفتاة لونا، اتركي المنطاد. إنه القط الصغير، أتريد استعادة المنطاد؟ حسناً، تفضل وخذ. لا بأس، أنا بخير. أن القط وقع في المسيدة. يا إلهي، ما الذي تسبب بانتنائه؟ انتبهي جيدا، ربما أحد الأشرار. أردت إخباركما بأن الفتاة لونا تتجه نحو المدرسة. لما لم تستخدم جهاز الاتصال؟ ظننتكما بحاجة للمساعدة. لن تتخلص من العطاس إن لم تبقى داخل المقر. أنا أعرف ذلك، سأعود الآن. حسناً، سنتجه للمدرسة. حذرنا إن رأيت شيئاً. يعني أن لونا هنا. إنها في الخارج، سأخبر المقنعين، لكن إن لحقت بها سأعرف ماذا ستفعل. هذه فكرة أفضل. هي، يجب أن أتبع تلك العثة، وحتما ستقودني إلى لونا. انتظريني أيتها العثة. Come on.
في مقرنا. حولته إلى مغناطيس ضخم خاص بي. تم إغلاق الأبواب مغناطيسياً، وقريباً بفضل ذلك الطائر سيسحب كل شيء في المدينة لتصبح مايكي. ماذا؟ أفعل بيردي هذا؟ مستحيل. هذا صحيح أيتها الصغيرة، أنت سيئة في التعامل معه لدرجة أنه وضع بالأوراز في مقركم، وبما أنني سيطرت عليه يمكنك استعادته. لكن لما خذلني بيردي هكذا؟ ربما لأنك لم تعتني به جيداً. هذا ذنبي، لو أنني دربته وأطعمته واهتممت به لما حدث هذا. بيردي إن كنت تسمعني آسفة، الحيوان الأليف ليس للتسلية وحسب. كان يجب أن نهتم بك، حان وقت البطولة، سوف أقوم. هاي انظرا بيردي. هاي بيردي، أعدك بأنني لن أخذلك أبدا، سأبني لك عشا وسأطعمك وأدربك وسنكون صديقين. هاي ما هذا الصوت؟ ماذا يحدث؟ بدأت قوى الفتاة لونا تعمل، المقر الرئيس يسحب كل شيء. لن تصمد البوابة طويلاً إن ترى كل شيء نحو المقر دفعة واحدة فقد تدمره. يا صديقي علينا إيقافها. ابقى بعيداً. أتريد المساعدة؟ حسناً هيا بنا. عضلات الزهر الخارقة. هيا يمكننا فعلها. لا أظن ذلك. لا شيء الآن سيوقف المقر، بوجودي باللورات في الداخل سيكون كل شيء ملكي. أين ذهب ذلك الزاحف؟ محارب النينجا، لماذا تركتم الحافلات؟ هيا عودوا إليها واردعوا الزاحف. يا إلهي لقد علقت. ها أنت ذا محارب النينجا، عليكم به. علي أن أتصرف. فقط الزاحف الخارق. لا يعقل، مناجيق للقذائف اللاصقة، إنها تلزمنا أيضا. لا يا بوما، فلدى حصننا وسائل دفاعية. نعم بوما، هل ساعدتنا الآن؟ أستطيع. مرحبا مجددا أيها المقنعون، اعترفوا مقري هو الأفضل، وسأهم الآن بتدمير مقركم. ليس مع قذائف الكرات يا نينجا الليل. خذ هذا. لست بوما، بل عمياؤك الخفاش. سأقوم بضبط التصويت. بوما، نحن في نفس الفريق. وجدتك أيها الزاحف، دعني أخذك في جولة دورانية. تماسك زاحف. هذا لا يعقل، يمكن لحصنه أن يدور أيضا. يا زاحف، لكل مشكلة حلول عدة، لا جدوى من ملاحقتك لروميو. أجل، علينا إبقاء روميو خارج المتحف لنتمكن من الدخول وتدمير صندوق الشر الأكبر. فات الأوان على ذلك أيها المقنعون النتينون، أخيراً أنهيت صندوق الشر الأكبر. تدا. كل هذا لأجل عالم صغير؟ هذا ليس عملا شريرا. لقد فاتكم الجزء الأفضل. أجل. انظرا.
تعرفين روميو أباليس؟ كيف فعلت هذا؟ هذا ليس من صنعي، الفضل يعود لصندوق الشر الأكبر وبعض التقنيات الإلكتروتحويلية البسيطة. أو أنا المذنب، اخترت القيام بالشيء نفسه مراراً وتكراراً لردع روميو. لولا تركيزي على التصرف بطريقة واحدة لما أنهى روميو صندوقه الأكبر. بل صندوق الشر الأكبر، إن أردتموني أنا في الداخل، أتكلم عبر الهاتف. لن نتمكن من الدخول. أنت محق أيها القط، لكن ثمة سبيل لإخراج روميو إلى هنا. حان وقت البطولة. ستكون الأمور على ما يرام الآن، أنت معنا. يا صديقي أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضا. حان وقت البطولة. أوليا، علينا أن نخرج البومة من كرة القمر هذه. توصينا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، دحرج الكرة، فتى القط سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلا. انتبه، عمود الإضاءة. كرة القمر، عودي إلى هنا. لا، هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا، إنه قوي جدا. عرفت، علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك، فتى القط استعمل سرعتك، وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. قطعة خردة. والآن لنثقب كرة القمر. عضلات الزاحف الخارقة. لندحرج الكرة بأقصى سرعة يا فريقي. أجل، ماذا تفعلون؟ لا 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 لا. مرحبا. هل تمكن الروبوت الضخم من إيقاف القط الصغير المسكين؟ والآن قيدهما. حركة فلاش ستنقذكما. لكنها ليست حركة أبطال حقيقية، إنها خيالية. فلاش، فلاش، اركلي ودمري. يا له من استعراض أيتها البومة، حان الوقت لوضعك في سلة إعادة التدوير. روبوت، لا اتركني. لا. لا، حركة فلاش فاشلة. أيتها البومة، أنت بخير؟ أجل، لكن أنا آسفة، عندما كنت أحاول أن أكون فلاش فلاش، أنا البومة، والآن سيصل روميو إلى كل الكتب. وحصلت عليها بالفعل، وعما قريب ستكون مملوءة بصوري وحسب. بسرعة، الحقي بهما، سنأتي بسيارة القط. حسناً، لكن هذه المرة سأستعمل قواي الخاصة. حان وقت البطولة. ما حاجتها لكتاب فلاش فلاش؟ النظرة الثاقبة. حسناً، أخبرتني العصفورة أنك هناك. سيارة القط، اختبئي. توقيت رائع، خذ، اذهبا واربطاه جيداً حول الشجرتين في الأسفل فوق الأرض. إن أردنا إيقاف روميو علينا أن نوقف روبوته أولاً. ماذا سنفعل الآن؟ والآن ستستعمل البومة الرائعة قواها الخاصة الرائعة. أولاً، جناحي الخارقان. ثانياً، النظرة الثاقبة. يهو، انظر روميو، لم تأخذ كتابي المفضل بعد. ماذا؟ خذه أيها الروبوت. عليك المحاولة أكثر. لا لا لا. سأعود الآن لملء الخزان بالمزيد من السحب. قوة لونا، اصنعي المزيد من السحب، وضعيها في الخزان. أنقذنا. أستطيع النجاح،
أكره البلل، لكن ليس بقدر ما أكره تخييب ظن أصدقائي. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. أنا قادم يا صديقي. أسرع من الرعد. الفتى القط يركض بسرعة أسفل السحب ويجعلها تتبعه. ماذا؟ مهلا، ماذا تفعل؟ إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. سئمت من امتلاك صوت مقنع واحد. حان الوقت لأحصل على الثلاثة. لا، أنا أفقد صوتي. سلب صوتي. هذا يعني أن روميو العبقري سلب أصواتنا جميعا؟ هذا لأنه رائع للغاية. على عكسنا، بدون أصواتنا لن نتمكن من العمل معا لهزيمته، وهذا لأن الزاحف لم يسترد صوته عندما حانت له الفرصة. راء واو ميم ياء واو روميو. ماذا قلت أيها الزاحف؟ تعتقد أن وقت البطولة قد حان؟ في أحلامك أيها الزاحف المخبول. تخيلوا كم الأفعال الشريرة التي يمكنني فعلها بهذه الأصوات، وسيقع اللوم على المقنعين. هذا عبقري أكثر مما توقعت. ها؟ لماذا توقفت؟ ربما هناك خلل ما في المحرك.